الإمارات العربية المتحدة تشيع رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي توفي عن عمر ناهز 73 عاما إلى مثواه الأخير بمقبرة البوطين في أبو ظبي. على وقع اعتداءات إسرائيلية غير مسبوقة، آلاف الفلسطينيين في القدس المحتلة يشيعون جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين بوعقلة. جو بايدن يقول أن الولايات المتحدة بدأت عهدا جديدا مع رابطة دول جنوب شرق آسيا. السابعة صباحا في القاهرة، الخامسة بتوقيت غرينتش، موعد لنشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. نبدأ من القاهرة التي أصدرت فيها رئاسة الجمهورية بيانا أعلنت فيه الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام عقب وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك اعتبارا من الجمعة الموافق 13 مايو من عام 2022. في القاهرة أيضا، نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص الحزن والأسى الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات التي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إن الأمة العربية فقدت أحد رموزها المخلصين، زعيما حكيما وهب حياته لبلاده، ومد أيادي الإمارات البيضاء بالبناء والدعم والتعاون لسائر دول الأمتين العربية والإسلامية. كانت دولة الإمارات العربية المتحدة شيعت رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي توفي في وقت سابق من الجمعة عن عمر يناهز 73 عاما إلى مثواه الأخير في مقبرة البوطين في أبو ظبي. مع رحيل ابنها البار قائد مرحلة التمكين وأمين الرحلة المباركة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، نكست الإمارات الأعلام وأعلنت الحداد 40 يوما مع تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام. القلوب التي اعتصرها الحزن على قائد مسيرة الريادة والتمكين ورائد العمل الوطني المخلص في الإمارات ليست إلا شاهدا على قائد أدى أمانته وخدم رعيته وأحبه شعبه والمقيمون على أرض وطنه. كان الخبر يعني مؤسف وحزين على قلوبنا وعلى قلوب جميع الأمة العربية، وخصوصا نحن أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة من رعاياه ومن أبنائه. هذا الخبر الذي يعني أحزننا كثيرا وجعلنا نشعر بأن أب من آبائنا فقدناه بوجود الشيخ خليفة بن زايد رحمة الله عليه، كنا حاسين في أمن وأمان، وفضل من الله أن يكون هذا حاكمنا. اليوم فقدنا هذا الشعور، هذا الشخص يعني الذي أمن لنا هذا الشعور في غضون هذا الوطن العربي الكبير. هذا بصماته في كل مكان في الإمارات وخارج الإمارات والدول العربية وغير العربية، الدول الإسلامية بل العالم أجمع. فقد أسس دولة
ذات نظام وقانون وأمن وأمان، يعني تعيش فيها كأنك في بلدك. جناب الغائب روحي رئيس الدولة تحمل وحسيكم الله. في عدد من مساجد الدولة أقيمت صلاة الغائب على النجل الأكبر لمؤسس دولة الإمارات الذي ووري جثمانه الثرى في مقبرة البطين في العاصمة أبوظبي. ويتقبل قادة الإمارات التعازي بدءا من اليوم في وفاة الرجل الذي عزز من دور بلاده على الساحتين الإقليمية والدولية ونجحت في عهده في نسج علاقات قوية مع دول العالم. يعد الشيخ خليفة بن زايد النهيان امتدادا لوالده الشيخ زايد بن سلطان النهيان، خلفا لوالده في بناء دولة الإمارات ونهضتها، واهتم بالمواطن ورفاهيته، فأصبح نموذجا جليا لعلاقة الحاكم بشعبه. الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات من القيادات التاريخية المشهود لها بالعطاء والبذل على مدى 50 عاما من العمل في خدمة الوطن والمواطن. شارك في صبا مع والده الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مرحلة التأسيس لبناء نهضة الوطن ومواكبة مسيرة التقدم في العالم. بعد وفاة والده عام 2004 مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد، جاء نجله الأكبر الشيخ خليفة بن زايد خلفا له ليكمل مسيرة والده ويصبح الرئيس الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة والحاكم 16 لإمارة أبوظبي كبرى الإمارات 7 المكونة للاتحاد والقائد الأعلى للقوات المسلحة. ولد الشيخ خليفة بن زايد في سبتمبر من عام 1948 في مدينة العين بإمارة أبوظبي. قضى طفولته بصحبة والده رحمة الله عليه الذي كان حاكما لإمارة العين آنذاك. اكتسب خبراته الحياتية والسياسية من مدرسة والده، فكان ملازما له في مهمته الصعبة لتحسين حياة القبائل في المنطقة وإقامة سلطة الدولة، مما كان له الأثر الكبير في تعليمه القيم الأساسية لتحمل المسؤولية والثقة والعدالة. الشيخ خليفة لازم والده كذلك في جميع مهماته ورحلاته التي كان يتفقد بها المواطنين، لذا كان دائما قريبا من المواطن الإماراتي، وهدم أكسبه مهارات عالية في فنون الإدارة. أصبح مؤمنا أن القائد الحقيقي هو الذي يهتم برفاهية شعبه. صار الشيخ خليفة على نفس خطى والده وأصبح نموذجا جليا لعلاقة الحاكم بشعبه، ولم يحيد قيد أنملة عن خطى الوالد المؤسس والتي كانت ترتكز على مصلحة الشعب ورفعة الدولة. لدى سمو الشيخ خليفة مسيرة تذخر بالإنجازات والمبادرات التي كان الهدف منها تحسين جودة حياة المواطن والارتقاء بمستوى الحياة في الدولة. وصف بقائد مسيرة الخير والنماء لتكون ثمرة النهج الذي صارت عليه الدولة وجعلها تتبوأ مكانة مرموقة بين أفضل الدول في العالم في 5 عقود من اتحادها تحت مظلة خليفة بن زايد. سكن القلوب والعقول، رسخ مكانة الدولة بمبادئ ثابتة، وعمق رؤيته وبحكمته السديدة حافظ على الأمانة. أكمل مسيرة تطور وازدهار الإمارات وإعلاء اسمها الذي وصل لعنان السماء حتى جاءت كلمة القدر ليلقى ربه، رحم الله الفقيد.
في قصر قرطاج بمدينة تونس العاصمة، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد عقب لقائه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن موقف مصر في ملف سد النهضة الإثيوبي هو موقف تونس، لأن أمن تونس من أمن مصر القومي. من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للرئيس التونسي قيس سعيد دعم مصر الكامل لجهود القيادة التونسية لإصلاح المسار السياسي والدستوري. في تونس أيضا شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيرته التونسية نجلاء بودن توقيع العديد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم بين مصر وتونس. في إطار زيارته إلى العاصمة التونسية، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيرته التونسية نجلاء بودن يترأسان اجتماعات الدورة 17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على دعم مصر الكامل للشقيقة تونس قيادة وحكومة وشعبا في كل خطواتها نحو تحقيق التنمية والاستقرار. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الحكومة التونسية، أكد رئيس الوزراء على استمرار كافة العلاقات الثقافية، وأن يكون عام 2022-2023 عام التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأكد على أنه قد تم الاتفاق على وجود آلية قوية لمتابعة الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين. على الصعيد الاقتصادي، فقد اتفقنا سويا على أن يكون عام 2022-2023 هو عام التعاون الاقتصادي المصري التونسي بكل ما يتضمن ذلك من أنشطة ومشروعات تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين بلدينا. وعلى الصعيد السياسي، أكد رئيس الوزراء أن موقف تونس له صدى كبير لدى مصر في ملف سد النهضة والعديد من الملفات الهامة التي تهم البلدين. دعم مصر الكامل للقيادة التونسية وتأييد جهودها وخطواتها للعبور بالبلاد إلى الاستقرار والرخاء، وكذلك دعم مصر الكامل لكل المؤسسات التونسية وثقتها الكاملة في قدرة الدولة بقيادة السيد الرئيس قيس سعيد على تحقيق أمال وتطلعات الشعب التونسي الشقيق. ومن جانبها، أكدت السيدة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية على موقف مصر الداعم لتونس في العديد من المجالات وضرورة مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة، وأعربت عن تطلعها لتعزيز مستويات التعاون، وأشارت إلى أن اللقاءات الثنائية بين الجانبين أثمرت عن الرغبة الحقيقية في تفعيل التعاون بشكل يرقى إلى مستوى الشراكة الحقيقية. وتطرقنا للعلاقات الثنائية المتميزة بين تونس والشقيقة مصر، وما تشهده من نقلة نوعية بعد الزيارة الرسمية التي أداها سيادة رئيس الجمهورية إلى قيس سعيد إلى مصر في أفريل 2021، والتي أعطت العلاقات الثنائية زخماً إيجابياً ونقلة نوعية أعادتها إلى مكانتها الطبيعية. وعلى هامش اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، شهد رئيس وزراء مصر وتونس العديد من توقيع بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات عدة، منها الإسكان والتجارة وتنمية الصادرات، ومجال الزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأرصاد الجوية والمناخ والنقل والتعاون الدولي. وفي ختام زيارته لتونس، أعرب رئيس الوزراء عن كل الدعم لتونس في مسارها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي ونقل الخبرة المصرية لها في تطبيق البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي والمالي. اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة أصبحت مظلة لتحقيق الآمال والطموحات للبلدين بين واقع مقبول ومستقبل مأمول يسعى لتحقيقه على أرض الواقع حكومة وقيادة وشعبا، رغم كل التحديات التي يمر بها العالم، بالتعاون مع رجال يعملون مع دولهم من أجل رفعة وطنهم. من العاصمة التونسية تونس، أحمد أبو الحسن، النيل. نبقى أيضا في تونس، حيث تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برفقة نظيرته التونسية نجلاء بودن مختلف المناطق التاريخية التونسية، والتي كان من بينها محيط ساحة القصبة وجامع الزيتونة.
وفي ختام جولته أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بما شهده من مبان تراثية شاهدة على مراحل تاريخية مختلفة من عمر العاصمة التونسية. في ختام اجتماع وزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مؤتمر الأطراف 27 سيشمل جميع الأطراف الفاعلة في قضية التغيرات المناخية. خلال الاجتماع أنا تمكنت من تبادل وجهات النظر مع المشاركين من الممارسين، ممثلين الحكومات، ممثلين مجتمعات المجتمع المدني وكذلك الأطراف المعنية المختلفة، وسعدت كذلك بلقاء ممثلين مجموعات المجتمع المدني الذين تظاهروا خارج المكان هنا بدءا من الأمس. وفي هذا الإطار أود أن أقول أنني قد تأثرت بطاقتهم وتحفيزهم وموقفهم المستمر لتحفيز الحكومات على الوفاء بالتزاماتها والتعامل مع تحديات تغير المناخ. أود أن أطمئنهم جميعا وكذلك كل الأطراف المعنية الأخرى أن مؤتمر الأطراف 27 سوف يشمل الجميع، حيث كون الأطراف الفاعلة واللاعبين الرئيسيين سوف يتمكنون من التعبير على وجهات نظرهم وكذلك اتخاذ الإجراءات. أود أن أؤكد على الأهمية التي توليها مصر للعلم المرتبط بتغير المناخ، وهذا ينعكس في النتائج والتوصيات التي تخرج من الIPCC، وكذلك التأكيد على أهمية تحقيق الانتقال العادل والعدالة المناخية بالاستماع إلى الأطراف المعنية المختلفة بما في ذلك النشطاء والنساء والشباب. أتوقع من كل الأطراف والأصحاب المعنية أن تجتمع في COP27 للتعبير عن التزامها المستمر للتكيف مع تغير المناخ، تقليل الانبعاثات والاستمرار في تمويل المناخ وتنفيذ الإجراءات على أرض الواقع لكي نقترب من أهداف اتفاقية باريس. في القاهرة أصدرت وزارة الخارجية بيانا أعربت فيه عن رفض جمهورية مصر العربية وإدانتها البالغة للاعتداءات التي تعرضت لها مراسم تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين بوعاقلة من قبل السلطات الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة. وقال بيان وزارة الخارجية المصرية أن مثل هذه الاعتداءات غير المقبولة أو المبررة تمثل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ولحرمة الموتى، فضلا عما تؤدي إليه من زيادة الاحتقان وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية، بما يؤثر سلبا على كافة الجهود الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط. أي استفزاز هذا الذي تعمد إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي؟ أي عنف وبغض ذلك الذي تعكسه تحركاتهم تحت أنظار العالم وبدون مواربة؟ قوات الاحتلال لم تفوت لحظة خروج جثمان شهيدة الصحافة شيرين أبو عقلة من المستشفى، فسارعت لتطويق حاملي نعشها ومهاجمتهم حتى كاد النعش أن يسقط، ونزع جنود الاحتلال الإسرائيلي علم فلسطين عن جثمان الصحفية الشهيدة أثناء محاولة إخراجه من المستشفى، كما منع الاحتلال المشيعين من السير وراء السيارة التي تحمل الجثمان إلى الكنيسة حيث أقيم القداس على روحها. الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن إصابة أكثر من 30 شخصا خلال الجنازة، نقل 6 منهم إلى المستشفى، بينما أوردت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت 6 أشخاص. غير أن جهد جنود الاحتلال في إفشال الجنازة لم يفلح، ووصل النعش نهاية الأمر إلى البلدة القديمة حيث أقيم قداس تكريما للصحفية الراحلة في كنيسة الروم الكاثوليك التي ازدحمت بالمصلين. كان في انتظارها عند باب الخليل عشرات الآلاف من الفلسطينيين والمودعين الذين توافدوا من كل المدن العربية داخل الخط الأخضر ومن القدس للمشاركة في الجنازة المهيبة. وبالمثل امتلأت أزقة الحي المحيط بالكنيسة بمن قدموا للمشاركة في مأتم الصحفية الراحلة التي نشأت في القدس الشرقية، فيما أغلقت الشرطة الإسرائيلية بعض مداخل البلدة القديمة، وسارت الحشود خلف النعش حتى وري الثرى قرب البلدة القديمة. ونددت الفصائل الفلسطينية المختلفة باعتداء الاحتلال على جنازة شيرين أبو عقلة، مؤكدة أن ذلك يعكس فاشية الاحتلال وحقده وإرهابه. في
في مدينة نيويورك أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا أدان فيه بكل شدة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين بوعقلة وإصابة صحفي آخر في 11 مايو الجاري بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وقال التقرير الصحفي أن البيان الذي صدر بالإجماع يمثل حالة نادرة لوحدة مجلس الأمن الدولي بشأن قضية تتعلق بإسرائيل، يدعو إلى تحقيق فوري وشامل وشفاف وحيادي في مقتل بوعقلة. في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع العاهل الأردني عبد الله ثاني آليات لوقف العنف في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة. وقال بيان للبيت الأبيض إن الجانبين ناقشا آليات ملحة لوقف العنف وتهدئة الخطابات والحد من التوترات في إسرائيل والضفة الغربية. في العاصمة اللبنانية بيروت، قال الرئيس اللبناني ميشيل عون عقب لقائه أعضاء وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اللبنانية التي تجرى غدا الأحد أن مرشحين في هذه الانتخابات يستغلون الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون حاليا ويدفعون المال لمصادرة خيارهم الذي يفترض أن يكون محررا من أي قيد. وقال الرئيس اللبناني ميشيل عون أن بعض المال الذي يدفع في هذا الاستحقاق الانتخابي يأتي من خارج لبنان على حد تعبيره. في أول انتخابات برلمانية منذ الانهيار الاقتصادي، يتوجه اللبنانيون في الداخل يوم الأحد إلى صناديق الاقتراع في 15 دائرة لانتخاب برلمان جديد سيتولى انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا لميشيل عون الذي تنتهي فترة رئاسته في 31 أكتوبر القادم. هذه الانتخابات تعد اختبارا لقدرة اللبنانيين على تغيير الواقع السياسي مقابل قدرة حزب الله وحلفائه على الحفاظ على الأغلبية البرلمانية التي حققها في انتخابات 2018 وسط الفقر الذي أصاب اللبنانيين والغضب من النخب والأحزاب التي تتصدر المشهد. التوقعات تنخفض بحدوث تغيير كبير في السياسة والحكومة في لبنان رغم حدة الأزمة التي يقول البنك الدولي إن الطبقة الحاكمة هي التي تسببت فيها، ورغم الغضب من الانفجار المدمر في مرفأ بيروت عام 2020. يزيد من ضبابية المشهد مقاطعة تيار المستقبل الذي يتزعمه سعد الحريري للانتخابات، الأمر الذي ترك فراغا سنيا يسعى منافسوه إلى شغله. ورغم انخفاض سقف التوقعات، يعتقد مراقبون أن المرشحين من ذوي الأفكار الإصلاحية يمكن أن يفوزوا ببعض المقاعد هذه المرة، فيما قد يمثل اختراقا للنظام الذي يقسم مقاعد البرلمان بين 11 جماعة وفقا لنظام تقاسم السلطة ويميل لصالح الأحزاب القائمة. انتخابات 2018 سبق وشهدت فوز حزب الله وحلفائه بما في ذلك التيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس ميشيل عون ب 71 مقعدا من أصل 128 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته. وأدلى المغتربون اللبنانيون بأصواتهم الأسبوع الماضي في تصويت مبكر وبلغت نسبة المشاركة 60%، وقال كثيرون منهم إنهم يريدون التغيير في انتخابات تشهد ترشح وجوه جديدة تسعى للإطاحة بالنخبة الحاكمة وتغيير وجه لبنان. في العاصمة السورية دمشق، قال التقرير الصحفي إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مواقع بريف حماة. كان التقرير الصحفي ذكرت أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي جديد في أجواء ريف حماة. في العاصمة الصومالية مقديشيو، قال التقارير الصحفية أن رئيسين سابقين سوف يواجهان غدا الأحد الرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية الصومالية التي تأجلت لفترة طويلة. بعد تأجيل طويل يخوض 40 مرشحا صوماليا سباق الفوز بانتخابات الرئاسة في الصومال التي ستجرى يوم الأحد،
ورغم تعدد المرشحين إلا أن المنافسة تنحصر بين الرئيس الحالي محمد عبد الله المعروف باسم فرماجو والرئيسين السابقين شريف شيخ أحمد وحسن شيخ محمود. ويتكون البرلمان الصومالي من مجلس نواب يضم 275 عضوا ومجلس شيوخ يضم 54 عضوا، ومن المقرر أن يجتمع الأعضاء في حظيرة طائرات تخضع لحراسة مشددة لانتخاب الرئيس الجديد. محللون سياسيون قالوا إن ما يقرب من ثلثي أعضاء البرلمان الذين اختارهم شيوخ القبائل الشهر الماضي هم أعضاء جدد، وبالتالي ليس لديهم سجل تصويت طويل للمساعدة في التنبؤ بالنتيجة. وسيرث الرئيس الصومالي الجديد قائمة من التحديات بما في ذلك أسوأ جفاف منذ 40 عاما وصراع عنيف يدخل عقده الرابع والخلافات العشائرية وصراع على السلطة بين الحكومة وحكام الولايات الاتحادية. ويرى مراقبون أن الرئيس الحالي فرماجو قد يجد صعوبة في الحصول على أصوات كافية بعد أن فشل حلفاؤه في الفوز بمناصب عليا في البرلمان الأسبوع الماضي. والمرشحان الأوفر حظا للفوز برئاسة الصومال هما الرئيسان السابقان شريف شيخ أحمد وحسن شيخ محمود، وسط أمال أن تؤدي انتخابات الرئيس بعد البرلمان في عودة السلم إلى بلد تمزقه حرب أهلية منذ أكثر من 3 عقود. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أول قمة تعقد في واشنطن مع زعماء رابطة دول جنوب شرق أسيا تمثل بداية عهد جديد في العلاقات بين بلاده والرابطة التي تضم 10 دول. إذا نظرتم إلى كل أنحاء العالم وكل التحديات التي نواجهها، ستجدون أن الشراكة الأمريكية مع أسيان حيوية لمواجهة تلك التحديات. إننا ندشن عهدا جديدا في العلاقات بين الولايات المتحدة وأسيان. لتعزيز النفوذ الأمريكي لدى حلفاء واشنطن من دول جنوب شرق آسيا، جاء إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة أسيان التي تستضيفها الولايات المتحدة بأن القمة تمثل بداية عهد جديد في العلاقات بين واشنطن والدول الرابطة التي تضم 10 دول. إدارة بايدن تأمل في طمأنة حلفائها من رابطة دول جنوب شرق آسيا من أن واشنطن لا تزال تركز على منطقة المحيطين الهندي والهادي والتحدي طويل المدى للصين على الرغم من الأزمة في أوكرانيا. وخلال القمة جددت الولايات المتحدة التأكيد على أن وجودها في المنطقة سيبقى لأجيال قادمة، وأنها ستواصل الحفاظ على حرية البحار وفقا للقواعد والأعراف الدولية، وذلك في رسالة على النزاع البحري بين الصين وبعض دول الرابطة. كان الرئيس الأمريكي قد افتتح القمة الخميس الماضي بعشاء للزعماء في البيت الأبيض، وتعهدت إدارته بإنفاق 150 مليون دولار لمساعدة في تحسين البنية التحتية وأمن دول أسيان واستعدادها لمواجهة جائحة كورونا وعلى مشروعات أخرى في أسيان. وستشمل الالتزامات الأمريكية الجديدة نشر سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكية في المنطقة للمساعدة في مواجهة ما وصفته واشنطن والدول المنطقة بالصيد غير القانونية الذي تقوم به الصين. لكن هذا الإنفاق الأمريكي يتضاءل مقارنة بإنفاق الصين التي تعهدت في نوفمبر الماضي بتقديم 1,500,000,000 دولار كمساعدات إنمائية لأسيان على مدى 3 سنوات لمكافحة فيروس كورونا وتعزيز التعافي الاقتصادي. في العاصمة الإيرانية طهران، قالت تقارير صحفية رسمية أن مدن إيرانية شهدت خلال اليومين الماضيين احتجاجات شارك فيها مئات رفضا لقرار رفع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية. قد تكون تلك المرة الأولى التي تقر فيها وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بحدوث اضطرابات جراء ارتفاع الأسعار. وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا أعلنت الجمعة أن ارتفاع أسعار الخبز أدى إلى اندلاع احتجاجات في إيران وإضرام النار في بعض المتاجر، الأمر الذي دفع الشرطة لاعتقال العشرات ممن وصفتهم بالمحرضين. بدأت الاحتجاجات بعد خفض الحكومة الدعم على القمح المستورد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 300%،
لمجموعة من السلع الغذائية القائمة على القمح والدقيق، وتعتزم الحكومة طرح قسائم إلكترونية في الشهرين المقبلين لكميات محددة من الخبز بالسعر المدعوم، في حين ستطرح البقية بسعر السوق على أن تضاف سلع غذائية أخرى في وقت لاحق. وشهد عدد من المدن احتجاجات هتف خلالها المحتجون بشعارات مناهضة لرفع الأسعار، وألقت الشرطة القبض على أكثر من 20 شخصا. أكبر المسيرات الاحتجاجية كانت في مدينة دوسفول في إقليم خوزستان الغني بالنفط في جنوب غرب البلاد، حيث فرقت قوات الأمن نحو 300 شخص. ويبلغ معدل التضخم الرسمي في إيران نحو 40%، ويتجاوز هامش 50% في بعض التقديرات، ويعيش أكثر من نصف سكان إيران الذين يبلغ عددهم 82 مليون نسمة تحت خط الفقر. وكشفت تسجيلات مصورة تناقلها مواطنون إيرانيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتشار الاحتجاجات في دوسفول ومدن أخرى. وشهدت أسعار القمح ارتفاعا حادا عالميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي، مما زاد من تكلفة الدعم في إيران. في العاصمة الأوكرانية كييف، قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن محاولات بلاده لإجلاء المحاصرين في ماريوبول وأزوفستال لم تتوقف. لم نتوقف عن محاولاتنا لإجلاء أبناء شعبنا المحاصرين في ماريوبول وأزوفستال. المفاوضات صعبة جدا بشأن المرحلة المقبلة من عملية الإجلاء. إجلاء المصابين بإصابات خطيرة والأطقم الطبية مستمر، ونتفاوض الآن على إجلاء عدد أكبر من الناس. بالطبع نفعل كل ما بوسعنا لإجلاء جميع المحاصرين الآخرين، لإجلاء كل مقاتل، وقد أشركنا في هذه المفاوضات كل وسيط في العالم يمكن أن يكون مؤثرا. تخوض أوكرانيا مفاوضات وصفتها بالصعبة للغاية مع روسيا بشأن إخراج المدافعين من مصنع أزوفستال المحاصر في ماريوبول شرقي البلاد، لكن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني شددت على أهمية إجلائهم أحياء، في حين كثفت القوات الروسية من قصف المحاصرين في مصنع أزوفستال. في الوقت نفسه أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية ارتفاع حصيلة قتل الجيش الروسي إلى 26,900 جندي منذ بدء الهجوم العسكري عليها في 24 من فبراير الماضي وحتى 13 من مايو الجاري. وذكرت هيئة الأركان في بيان الجمعة أن 250 جنديا روسيا قتلوا خلال الساعات 24 الماضية، أغلبهم في الاشتباكات في منطقة دونتسك. وقالت إن الجيش الأوكراني تمكن أيضا من تدمير 200 طائرة و 162 مروحية و 1205 دبابات و 2900 عربة مدرعة و 542 مدفعا و 193 راجمة صواريخ و 88 نظام دفاع جوي. وأضافت أن الجيش الروسي خسر أيضا 2,240 سيارة عسكرية و13 سفينة وزورقا و405 طائرات مسيرة. وأوضحت أن الجيش الأوكراني تصدى أيضا ل95 صاروخا روسيا موجها. ومنعت القوات الأوكرانية القوات الروسية من عبور نهر سيفارسكي دونيتس في منطقة لوهانسك بعد أن دمرت جسرا على النهر ودمرت عددا من المدرعات الروسية. من جانبها أعلنت روسيا الجمعة محصلة الخسائر في صفوف الجيش الأوكراني منذ بدء الهجوم العسكري. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشيكوف إن العمليات العسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى أمس الجمعة عن إسقاط 165 طائرة و125 مروحية وتدمير 3,032 دبابة ومدرعة و304 منظومات صواريخ دفاع جوي و842 مسيرة و1491 مدفع هاوتزر و2869 مركبة عسكرية خاصة. وقال إن المدفعية استهدفت الجمعة 15 مركز قيادة للجيش الأوكراني
و520 منطقة فيها وحدات وعربات عسكرية، كما قامت بتدمير محطة بترول كبيرة وعدد من الدبابات في منطقة بولتافا. وحدات الدفاع الجوي الروسية أصابت أيضا طائرة حربية أوكرانية ودمرت 15 مسيرة في مناطق متفرقة. أخبار السابعة مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. ممثل هيئة إذاعة والتلفزيون بمنظمة التعاون الإسلامي يقومون بجولة سياحية بمنطقة القلعة التاريخية بالقاهرة. مشاهدينا أخبار الاقتصاد بعد الفاصل. أعلنت المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس أنها وقعت 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية. وتهدف مذكرات التفاهم لإقامة منشآت ومجمعات صناعية بمنطقة السخنة لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية، والتي ستبلغ أكثر من 10 مليارات دولار، حيث تستهدف المنطقة توطين هذا النوع من الصناعات في مناطقها المتكاملة بالسخنة وشرق بورسعيد. ارتفعت أسعار النفط بنحو 4% بعدما سجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة أعلى مستوى لها، وسط مخاوف من تراجع أكبر في الإمدادات، إذ فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي. وزادت العقود الأجلة لخام برنت 4 دولارات و10 سنتات لتبلغ 111 دولارا و55 سنتا للبرميل عند التسوية. وصعدت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 دولارات و36 سنتا لتسجل عند التسوية 110 دولارات و49 سنتا للبرميل. وارتفعت العقود الأجلة للبنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد هبوط المخزونات للأسبوع السادس على التوالي. بدأ رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول ولاية ثانية على رأس هذه المؤسسة بعد أن وافق مجلس الشيوخ على التمديد له. وصوت مجلس الشيوخ بكامل هيئته كما كان متوقعا لصالح جيروم باول بغالبية 80 صوتا مقابل 19. وسيتعين على رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن يبطئ التضخم، لكن مع الحرص على أن لا يؤدي ذلك إلى تراجع الاقتصاد أو التأثير على الوظائف. في أسواق العملات اقترب اليورو من أدنى مستوياته منذ مطلع 2017 بعد أن تسببت العقوبات على روسيا في اضطراب إمدادات الغاز إلى أوروبا، وجددت مخاوف من تباطؤ اقتصادي في منطقة اليورو. تخلى اليورو عن مكاسب سابقة وانخفض بنسبة 1% ليصل إلى دولار وثلاثة سنتات، وزاد الدولار 5% مقابل الين الذي سجل 128 دولار و89 سنتا، بينما انخفض الجنيه الاسترليني 2% مسجلا دولار و21 سنتا. في القاهرة قام ممثل هيئات الإذاعة والتلفزيون من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي واتحاد الإذاعات الإسلامية بجولة سياحية بمنطقة القلعة التاريخية. قبيل انطلاق الدورة التدريبية المشتركة بين وزارة الأوقاف المصرية واتحاد الإذاعات الإسلامية، عدد من ممثلي هيئات الإذاعة والتلفزيون للدول الأعضاء في الاتحاد حرصوا على زيارة بعض من الأماكن الأثرية والتاريخية بالقاهرة وتأدية الصلاة داخل مسجد محمد علي بالقلعة. أعددنا برنامجا عاليا جدا جدا، برنامجا في مواجهة الفكر المتطرف، في تصحيح الأفكار الخاطئة، في مواجهة الإرهاب، في تفكيك
ترك أباطيل الإرهابيين في بيان سماحة الإسلام. في جانب الثقافة العامة، احنا الآن الدولة مثلا بتقبل بتوجيه سياسي حكيم من سيادة الرئيس على قضية الحوار المجتمعي، أسس الحوار بين الناس. هذا الانتقاء نوع من الحوار. احنا إذا كنا بنبحث عن الحوار الداخلي على مستوى وطني، أيضا بنبحث على مستوى الحوار الثقافي بين دول العالم الإسلامي لنبني قواسم مشتركة. أكبر اتحاد إعلامي في العالم، لأنه بيشمل 4 قارات. نبدأ معهم دورة تدريبية أعدت بشكل حرفي عالي جدا جدا، بتتسم بالتنوع الشديد، وأيضا بتتسم بالعمق. يعني أقدر أقول أن يمكن هؤلاء الإعلاميين أول مرة يزوروا مصر. فرصة وسانحة كبيرة لنا نحن في السودان أن نشارك في هذه الفعالية الإعلامية الكبيرة التي تشارك فيها الدول العربية والدول الإسلامية. مشاركون من 21 دولة أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي واتحاد الإذاعات الإسلامية هم باكورة الدورات التدريبية التي تهدف إلى تأهيل الإعلاميين في صياغة الرسالة الإعلامية التي تعمل على تعزيز قيم التسامح والتعايش من خلال محاضرات يلقيها أكاديميون متخصصون في الشأنين الديني والإعلامي. خطوة جديدة هامة نحو بناء الوعي المستدام. يعني هنا أستخدم تعبير الوعي المستدام، لأنه الوعي المستدام ليس وعيا موسميا وإنما وعي دائم. من كل الدول الإسلامية واتحاد الإذاعات الإسلامية ممثلا في هؤلاء الإعلاميين والصحفيين والمذيعين. هذه الدورات التي تأخرت كثيرا هي نقلة نوعية في تاريخ هذا الاتحاد وفي تاريخ العالم الإسلامي وإذاعات وتلفزيونات العالم الإسلامي. بدأ من جديد يظهر جليا دورها في كل المجالات، في مجالات الوعي، في مجالات الحوارات الوطنية والمجتمعية وغيرها. أسس المبادرة وسلم المجتمع نعتبرها قيمة جدا في هذا التوقيت المناسب، ونحن من جانب الآخر نستفيد خبرة المصرية في الأمن والتعايش، لنؤصل المفاهيم الصحيحة التي تنأى بنا عن العنف الذي شهدناه خلال السنوات الماضية. حضور مصري لافت في التدريب والتثقيف للدول كافة ونهل العلم من العلماء الأعلام ومؤسساتها الوطنية المتخصصة التي عرفت طريقها نحو الريادة التدريبية فحققت التميز وحصدت ثقة الخارج. بجولة سياحية للتعرف على معالم مصر الأثرية والتاريخية، المشاركون في الدورة التدريبية المشتركة بين وزارة الأوقاف المصرية واتحاد الإذاعات الإسلامية يشيدون بما تقدمه الدولة المصرية من إقامة دورات تدريبية ومحاضرات علمية للإعلاميين من مختلف دول العالم، ما يسهم في ترسيخ أسس المواطنة والسلام المجتمعي خلال الفترة الحالية. من قلعة صلاح الدين، وليد هيكل، النيل. ختاما لنشاطنا هذا تذكير بأهم العناوين. الإمارات العربية المتحدة تشيع رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي توفي عن عمر يناهز 73 عاما إلى مثواه الأخير بمقبرة البوطين في أبو ظبي. على وقع اعتداءات غير مسبوقة، آلاف الفلسطينيين في القدس المحتلة يشاركون في مراسم تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين بوعقلة التي استشهدت برصاصات إسرائيلية. جو بايدن يقول أن الولايات المتحدة بدأت عهدا جديدا مع زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.